هلا بينضم لنا الكسي نعمة مدير الاسعاف وطارق بالصليب الاحمر اللبناني. صباح الخير الكسي. صباح النور، يعطيكم العافية. ميرسي أنت وانت كمان كمان. تفضل. إحصاءات الحوادث ل 24 ساعة اللي قطعوا، في عنا 13 حادث، 13 إصابة. موزعين على بيروت حد، واحد إصابة وحدة. جبل لبنان 6 حوادث 6 إصابات. البقاع حادث، واحد إصابة وحدة. شمال 3 حوادث 3 إصابات، والجنوب حادثين وإصابتين. نعم، تتوزع أنواع الحوادث بين مشاة، دراجات نارية، سيارات وباصات. أما الأسباب انقسمت بين سرعة، مصدر إلهاء، مشاكل ميكانيكية وانزلاقات. أما بالنسبة للمهام اللي قمت فيها فرق الإسعاف والطوارئ بالصليب الأحمر، سجلت 494 مهمة موزعين على 257 حالة طوارئ، 215 نقل مريض عادي، و22 نقل مريض من المستشفى إلى على كل الاتصالات. أكيد يعطيكم ألف عافية ودائما جاهزين لتلبية كل اتصال. شكرا لك أليكسي نعمي مدير إسعاف الطوارئ بالصليب الأحمر اللبناني.